مشاهدينا الكرام، أحباء الرياضة على الوطنية الثانية، طابت أوقاتكم جميعا لتتجدد المواعيد الرياضية في متابعة لمنافسات الجولة 11 لبطولة الدرجة المحترفة الأولى لكرة القدم. حوار اليوم في ملعب 7 مارس سيجمع اتحاد المكان اتحاد بن قردان بضيفه القادم من الشمال الغربي الأولمبي الباجي. الاتحاد في المركز الثاني ب 17 نقطة، الأولمبي الباجي في المركز العاشر ب 10 نقاط. مواجهة سيبحث بالتأكيد من خلال على الانتصار من جانب كل فريق. نزيه الكرشاوي في متابعة طبعا لحوارات ما قبل المباراة. نزيه مرحبا. شكرا الزميل العزيز عمر المستيسر مع الاستجوابات الفورية لتسبق مباراة الأولمبي البيجي واتحاد بن قردين، أو انشأتهم اتحاد بن قردين والأولمبي البيجي، والاستجوابات الفورية معايا سيد رئيس الفرع في الأولمبي البيجي. ونبدأ ديما بالضيوف سي كمال قنديل. سي كمال، أسبوع صعب خاصة بعد نتائج سلبية وسلسلة نتائج سلبية، بعدها تغيير مدرب سي خالد بن يحيى، كيفاش صار التحذيرات الأسبوع هذايا؟ خاصة أننا نعرفوا جمهور باجي ديما يطالب بالمزيد ويطالب بتحسين الأرقام المحققة إلى حد الآن. صحيح، بعد بداية طيبة اللي عملها الفريق جاتنا 3 هزايم متتالية خلتنا فرضتنا باش نعمل تغيير. التغيير جاء على المدرب سي شكل مفتاح، نشكره على الخدمة اللي خدمها. اخترنا مدرب حسب المواصفات اللي اختارتها الهيئه، مواصفات معينه حسب اللاعبين اللي عندنا يلزم مواصفات نتاع مدرب معين. وقع الاختيار على سي خالد بن يحيى، بديت التمارين نتاعو من نهار الاربعاء، وفرنا له كل ما يمكن، وان شاء الله البدايه تكون باهيه بدايه من الاسبوع هذا نتاع ضد بن قردان. وعندنا مقابلات بعد 4 مقابلات في باجه، ان شاء الله بالمقابلات هذيك نرجعوا للسكه الصحيحه ونرجعوا للفريق اللي كان في الرتبه اللي حاجته بها الفريق ان شاء الله. سي خالد بن يحيى عاده عندما يمسك بزمام امور فنيه في كل فريق يطالب ببعض الانتدابات بتغييرات، تعرفوا انه فكره ربما واستراتيجيه كل مدرب تختلف. هل انه بدات للتفكير في انتدابات في الميركاتو هذا؟ عندكم اسماء حاليا مطروحه؟ نعرفوا انه فما زاد اسماء مرشحه للمغادره كما مراد الليل. لا، بالنسبة للسي خالد من التو مركز مقابلته لما عندي حتى شيء حتى نعرف ساعات الفريق نتاعو، وبعد ينجم يختار شكون مش يجيبه. بالنسبة للتو ما طلب من عنا حتى تغيير. بالنسبة لمراد الهذلي مازال باقي معنا حتى لاخر الموسم. شكرا. هذه معناتها حكاية حكينا فيها قبل، ومش يكمل واصل حتى لاخر الموسم ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا بارك. شكرا. في الناحية المقابلة مختلفة تماما، على الأولمبي البيجي اتحاد بن قردين أيمن، نتائج جد ايجابيه، نتائج طيبه جدا، 17 نقطه محققه، واليوم تلعبوا امام الاولمبي البيجي هنا في بن قردان. صحيح، نتائج ايجابيه، لازمنا ناكدوا هذا في المقابله اليوم، المقابله القادمه. اليوم نلعب ضد منافس محترم اللي يعرف يلعب خارج ارضيه ميدانه. احنا كل مقابله نحضروها على حدا، نعطوها القيمه اللي تستحقها، نحضروها اسريه، ثقتنا كبيره في اللاعبين بتاعنا، ان شاء الله يهبطوا بكل عزيمه بكل تركيز انضباط تكتيكي، ان شاء الله من اول دقيقه لاخر دقيقه باش نحققوا نتيجه ايجابيه وناخذوا 3 بوان مهمين ان شاء الله. في كلمه غيابه علي البريقي اليوم ايمن. صحيح، علي البريقي غايب بداية الاصابه الاولى الشفاء العاجل والعودة السريعة للميادين. اليوم باش يعوضوا خالد غرسلاوي قيمة ثابتة إن شاء الله، علي قدم الإضافة إن شاء الله، اليوم خالد يعوضوا أحسن تعويض إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا، تفضل عمر. شكرا نزيه ولضيفيك الكريمين. نبدأ طبعا قبل انطلاقة المباراة بتقديم تشكيلة الزوز فرق، وأبدأ بالفريق الضيف الأولمبي البيجي. في حراسة المرمى لسعد الهمامي، محمد صالح المهدبي، أسامة بن فرج، أكبر كوليس، سند الخميسي، حسين بن يحيى، فراس عيفية، عبد الرحمن الحنشي، مامادو تراوري، عزيز الجويني، ومؤمن الرحماني. بالنسبة لتشكيلة الأساسية لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان، في حراسة المرمى كالعادة علي العياري، أيوب التليلي، محمد أمين الحمروني، سيف الدين العكرمي، محمد أمين المهذبي، محمد بن ترشا، منذر القاسمي، خالد غرسلاوي في تعويض علي البريقي، هيثم المحمدي، عمر زكري، وسيف الدين الجربي. ودرب فريق الاتحاد حسن الجبسي، في حين ودرب طبعا فريق الأولمبي البيجي في أول مباراة له المدرب خالد بن يحيى. طاقم تحكيم المباراة محمد شعبان في ثاني مباراة له في الرابطة الأولى، أمامكم على الصورة في إدارة هذا الحوار بمساعدة المساعد الأول أحمد الذويبي في 7 لقاء له أيضا في الرابطة الأولى، المساعد الثاني رياضة تويتي في 5 مواجهة له في الرابطة الأولى، حكم الاحتياطي الرابع محمد علي القروي، مراقب المباراة حسين أولاد أحمد، وطبعا على المنسق العام خموسي المزهودي ومحسن عبد القادر، المنسق الاعلامي طبعا انيس الاسوعي وبليغ اسماعيل. انطلاقه المباراه والثواني الاولى، كره لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان في اول مباراه بين الفريقين. الاولمبي البيجي ضيف اتحاد بن قردان كما قلت في اول مواجهه للزوز فرق ضمن منافسات بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. الاولمبي البيجي الفريق الضيف بالاحمر والابيض امامكم على الصوره ب 10 نقاط في المركز العاشر امام فريق طبعا اتحاد بن قردان
الموجود في المركز الثاني ب 17 نقطة صحبة كل من النادي الصفاقسي وأيضا فريق مستقبل سليمان. كرة لفريق الاتحاد، كرة طويلة من المدافع الطويلة لكن هناك رفع راية تصل ضد سيف الدين الجربي ويرفعها المساعد الأول أحمد الذويبي. إذن الدقائق الأولى من هذه المباراة طبعا بين الاتحاد والأولمبي، مباراة منتظر أن تشهد طبعا ارتفاع نسق باعتبار يعني الأهداف المشتركة بالنسبة للزوز فرق. الأولمبي البيجي للحد طبعا والعودة للنتائج الإيجابية، كرة فريق الاتحاد، كرة تغيير اللعب لكن ترجع تستدب الحكم وستعاد طبعا بعملية إسقاط طبعا في اللقطة الأخيرة. قلت الأولمبي البيجي المنهزم بالجولة الفارطة في بيجا 4 أهداف مقابل هدف ضد الترجي، يريد تدارك طبعا الهزيمة هذه أمام فريق يبحث على 3 نقاط مهمة على أرضية ميدانه في هذه المباراة. كرة الفريق الغرس اللاوي، طيب العملية في العمق لكن الدفاع يدخل مامادو يخرج الكرة للركنية، الركنية الأولى طبعا لفريق الاتحاد الرياضي ببنجردين على يسار الحارس الأساسي اليوم لسعد الهمامي. منكم على الصورة دقيقة أولى من هذه المباراة والركنية سيتولى تنفيذ هيثم المحمدي. هيثم المحمدي سيتولى تنفيذ الركنية الأولى في هذه المباراة، الركنية الأولى لفريق الاتحاد. حركة طبعا داخل منطقة 18 تبدأ على مستوى القائم الأول بالرأس والدفاع تدخل في مرة أولى ومرة ثانية تمشي الكرة معاكسة لفريق الأولمبي البيجي من الجهة اليمين. عزيز اللجوين لكن تقطع، عمر الزكري حركة من الجهة اليسار يغير مركزه، طيب العملية محمد أمين الحمروني، محمد أمين الحمروني مع اليسار يرفع كرة عرضية وعرضية وتقطع من الدفاع وترجع عمر الزكري ومرة جانبية. الدقيقة الثانية وإمكانية افتتاح النتيجة ضاعت على فريق الاتحاد الرياضي ببنجردين عند الانطلاق. أمامكم على الصورة محمد أمين الحمروني كرة عرضية رجعت من المدافع مامادو عمر الزكري ترجع له والكرة مرة جانبية. أولى الفرص المهدورة من جانب الاتحاد، يضغط فريق الاتحاد بنجردين من البداية على خط دفاع الأولمبي البيجي. كرة تترفع من هيثم المحمدي على مستوى القائم الثاني، يخرج الحارس يرفعها ولكن هناك أيضا عملية دفع بقرار من حكم المباراة في العملية الأخيرة طبعا محمد شعبان، هذه عادل العملية الأخيرة والتدخل والحكم يعتبر عملية دفع على المدافع وعلى أيضا على الحارس وبالتالي خطأ. خالد بن يحيى أمامكم على الصورة يعود للتدريب في الرابطة الأولى من بوابة فريق الأولمبي البيجي. طبعا خالد بن يحيى مسيرة ثرية وطبعا لاعب في الترجي وكذلك في المنتخب، تجارب كبيرة أيضا في التدريب بالنسبة لهذا المدرب الترجي الرياضي التونسي. أيضا نحكي أيضا مر بترجي جرزيس النادي الصفاقسي اتحاد تطاوين. خالد بن يحيى قلت يعود في هذه المرة من بوابة فريق الأولمبي البيجي تقريبا يعني الدقائق الأولى 4 دقائق إلى حد الآن والتعادل 0-0 بين اتحاد بنجردين والأولمبي البيجي نزيه. بالفعل مباراة تكون واحدة إن شاء الله، هذا باعتبار أنه قيمة الفريقين والتاريخ خاصة بالنسبة للفريقين الاثنين في البطولة الوطنية عمر وخاصة الاتحاد الرياضي ببنجردين في السنوات الأخيرة، ونفس الشيء أيضا الأولمبي البيجي بسنوات طويلة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الأولمبي البيجي يسعى لوضع حد للنتائج السلبية الأخيرة خاصة في ال3 جولات الأخيرة التي كانت انطلقت منذ مباراة ديربي الشمال من نادي البنزرتي، بعدها خسارة أخرى من الاتحاد المنستيري وهزيمة أيضا من الترجي الرياضي التونسي الأسبوع الفارط برباعية كاملة في بوجمعة الكميتي، بينما اتحاد بنجردين ب 17 نقطة مع المدرب حسين الجيبسي اليوم ليواجه لأول مرة خالد بن يحيى حوار بين المدربين الاثنين خالد بن يحيى وحسين الجيبسي. وللمعلومة التاريخية أنه حسين الجيبسي كان جاور خالد بن يحيى كلاعب في
في 92-93 مع الترجي الرياضي التونسي، وأيضا خالد بن يحيى أشرف على تدريب حسن الجيبسي في 1997 ديما مع الترجي الرياضي التونسي. حوار أول بين المدربين خالد بن يحيى وحسن الجيبسي، حوار كما قلنا نتمنى أنه يكون واعد ويكون فيه تحذر فيه الفرجة ويحذر فيه الأداء من الجانبين الاثنين. هذا محمد أمين الحمروني، الحمروني حاول المرور ينجح في المراوغة باش يوزع وتدخل الدفاعي، تدخل دفاع الأولمبي الباجي في هالعملية الأخيرة محمد صالح المهذبي. قلت أنه الأولمبي الباجي بالمقارنة مع مباراة الترجي أحدث 3 تغييرات في التشكيلة الرسمية والأساسية اللي بدأ بها بن يحيى في مباراة اليوم. البداية مع حراسة المرمى بدخول الأسعد الهمامي مكان قيس العمدوني، هو في الحقيقة إلى حد الآن غير واضحة ملامح الحارس الأساسي في باجة مع عمل كبير يقوم به مدرب الحراس أكيد خالد الخليفي، عمل كبير وأكيد مشكور عليه. نفس الشيء قلت أنه الأسعد همامي كان خذا مكانه في التشكيلة، أوكبوزو أيضا عاد للمحور الدولي التوغولي، ونفس الشيء في خط الهجوم عزيز الجويني ياخذ مكان لعب الخبرة البنيني جاك بيسون. هذا بالنسبة لتشكيلة الأولمبي الباجي بتغييرات أيضا في طالة تشكيلة حسن الجيبسي ولو أنها مش كثيرة. تغيير تقريبا وحيد اللي هو علي البريقي كان ترك مكانه لخالد الغرسلاوي، نعرفه أنه خالد الغرسلاوي يعود للبطولة الوطنية بعد تجربة في البطولة السعودية. عمر، تعود المباراة وخطأ لفريق الاتحاد بعد محاولة المدافع، ترجع الكرة توصل لليسار غرسلاوي، غرسلاوي محاولة الدخول منطقة 18، حكم يشير مسطرة اللعبة تمش خطأ، ترجع لفريق الأولمبي البلجي مؤمن الرحمن يربح خطأ، يربح خطأ في اللقطة الأخيرة فريق الاتحاد. وطبعا ترجع الكرة لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان في مناطق الذي عاد العملية الأخيرة، عملية الدفع في مرة أولى ثم في مرة ثانية، والحكم طبعا يرجع يزفر خطأ للاعب الاتحاد، كرة ثابتة وخطأ عمر زكري واحد من أبرز لاعبي الاتحاد في هذا الموسم، إضافة واضحة وجلية في الحقيقة لعمر زكري حامل قميص رقم 10 في تشكيلة الاتحاد. منظر الجسم يلعب الارتكاز ينفذ الكرة مع تليلي، ترجع للجسم يرفع كرة على مستوى القائمة الثاني سهلة في دين حارس لسعد الهمامي، ياخذ كرة الحارس لسعد الهمامي ويأخذ طبعا وقته في إعادة الكرة توصل اليمين محمد صلاح المهذبي، كرة في وسط الميدان سند الخميسي فريق الأولمبي البيجي، كرات قصيرة في مناطقه محاولة الصعود بالكرة رويدا رويدا، كرة من اليسار محاولة لكن التغطية موجودة من التليلي، ممتاز جدا أيوب التليلي لاعب الرواق الأيمن في تشكيلة الاتحاد للحارس علي العياري اليسار في اتجاه سيف الدين العكرمي، سيف الدين العكرمي يرجع بالكرة للقيدوم وطبعا محمد أمين المهذبي، محمد أمين المهذبي كرة للقائد الفريق محمد بن ترشا، محمد بن ترشا اليسار محمد أمين المهذبي، كرات قصيرة محاولة الصعود والتدرج بالكرة من جانب فريق الاتحاد، يضغط الأولمبي البيج يسعد على المنافس في مناطقه، عملية الضغط محمد ترجع اليسار في اتجاه ايتم حمدي مهذبي توصل ليمين ايوب التليلي، ايوب كره في الظهر طويله في اتجاه منظر الجسم بعيده فالتغطيه المدافع مامادو يخرج يخليها الكره تغرس 6 امتار، 6 امتار لصالح الاولمبي البيجي. قلت المواجهه الاولى بين الاولمبي البيجي واتحاد بن قردان في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، تفضل الكره من الحارس الهمامي في اتجاه مامادو، كره باليسار طويله جوز وسط الميدان في التغطية محمد أمين المهذبي لكن ترجع دائما لفريق الأولمبي البيجي، حسين بن يحيى لليسار ما توصلش في التغطية، المدافع الأيسر محمد أمين الحمروني، محمد أمين الحمروني يرجع بالكرة بساقه اليمين في اتجاه سيف الدين العكرمي، سيف الدين العكرمي كرة طويلة طويلة في محور دفاع الأولمبي البيجي، التغطية موجودة من لاعب المحوري الثاني في تشكيلة الأولمبي البيجي، ترجع في وسط الميدان سند الخميسي، سند الخميسي تغيير جت اللعب اليسار، كرة في الظهر تمشي للمؤمن الرحماني والكرة للتماس، تماس لفريق لفريق الأولمبي البيجي، الأولمبي البيجي يعتمد بالدقائق الأخيرة عملية الصعود وأيضا الكرات من الرواق الأيسر وين موجود طبعا أمامكم خالد بن يحيى، قلت تعليمات منذ البداية محاولة الضغط على الاتحاد في مناطقه، كرة من الجهة اليسار أسامة بن فرج اللاعب السابق
لفريق الجمعية ذي بجربة. عدى تقريبا زوز مواسم ممتاز هذا اللاعب، ياخذ فرصته في الرابطة الأولى، ترجع لكرة اليمين في اتجاه محمد صالح المذبي لفريق الأولمبي لباجي، تسويب كرة أرضية بعيدة على مرمى الحارس علي العايري. مباراة إلى حد الآن ممكن ننتظر أنه يعني باش نشاهد مقابلة نزيه تاع كرة قدم حسب يعني الرسم التكتيكي من كل مدرب، رغبة أيضا كل طرف في تحقيق الانتصار، الأولمبي لباجي وكذلك الاتحاد الذي من قردان. هذه بالنسبة للبداية، في انتظار التأكيد مع تقدم الوقت وتقدم المباراة بين الاتحاد والأولمبي الباجي. الكرة الباجية بعد قطع الكرة وافتكاكها، وهذه هجمة جديدة ومحاولة كانت جدية، ولكن تدخل سيف الدين بن عكرمي، تدخل لسيف الدين بن عكرمي هو الإعادة أو الإعادة أمامكم. التدخل في رأس عايفية، محاولة هجومية للأولمبي الباجي في وسط الميدان. هيثم المحمدي يلعب مع المحور محمد أمين المهذبي. خالد الغرسلاوي مقطوع الكرة خاطئة في وسط الميدان. سند الخميسي يلعب عالية كالعادة، كل الكرات الطويلة خاصة في اتجاه عبد الرحمن الحنشي وكذلك مؤمن الرحماني اللي ياخذ مكانه اليوم. مؤمن الرحماني اكيد لاعب تكون في الترجي الرياضي التونسي بالنسبة لمؤمن الرحماني، وكان نجح في الموسم الفارت مع اولمبيك سيدي بوزيد، وكان الى اخر لحظة يلعب على الصعود مع اولمبيك سيدي بوزيد، لعب حتى المباراة الفاصلة مباراة البراج. محاولات هجومية الأولمبي الباجي بعد خطأ شفنا في اللقطة الأخيرة في المراوغة من محمد أمين الحمروني. والأولمبي الباجي قلت أنه يعتمد بتشكيلة، الحقيقة نجم نقوله تشكيلة شابة ومواهب تكونت في فرق عريقة، وحتى الأولمبي الباجي أكيد مدرسة عريقة في التكوين، ونعرف أسماء تاريخية مرت على الأولمبي الباجي تنرجع لها بالذكر مع تقدم الوسط وتقدم المباراة. الكرة باجية باش يرجع الكرة للعبة سند الخميسي، وحنا نتحدثوا عن لاعبين اللي إذا سند الخميسي جاي من نادي الأفريقي. التوزيع الكرة تتوزع الكرة ولكن في اتجاه الحارس علي العياري. علي العياري سحب أفضل رقم حتى الآن في الدقائق اللي ما قبلش فيها أهداف، اعتبار أنه قبل هدفين فقط إلى حد الآن الحارس علي العياري. سيف الدين بن عكرمي يلعب مع المهذبي، منظر القاسمي باش يلعب الكرة مع عمر الزكري، يراقب فيه حسين بن يحيى توصل لخالد الغرسلاوي. يرجع حسين بن يحيى. قلت انه ركنية جديدة هي الرابعة الى حد الان لاتحاد بن قردين في المباراة. حسين بن يحيى منكم في الصورة، مر من الملعب التونسي وجمعية جربة بالنسبة لحسين بن يحيى، وذي ثالث موسم ليه مع الأولمبي الباجي بالنسبة لبن يحيى. تتوزع الركنية الآن، يمشي للتنفيذ هيثم المحمدي وزع الكرة في اتجاه الحارس لسعد الهميمي باقتدار، يرجع الكرة بسرعة للعبة على الجهة اليمنى. فما صعوبة في الحقيقة في التعرف على ملاعبية الأولمبي الباجي للأرقام لغير الواضحة. هذه هجمة سريعة ومجهود بدني يذكر فيشكر، والحكم يقول ما فماش خطأ. محمد شعبين كان قريب من الصورة والعملية الأخيرة، الحكم كان قريب واللاعب يبقى مصاب. يتوجه محمد شعبين يدير ثاني مباراة ليها عمر في الموسم، هو إعادة للقطة الأخيرة أو إعادة أو تدخل من عملية انزلاقية من المنظر الجسمي في قطع الكرة. طبعا الأولمبي الباجي، نحكيه على الأولمبي الباجي اليوم يغيب عليه صانع ألعاب وهداف الفريق، يعني في تشكيلة الأولمبي الباجي مراد الهذي إلى حد الآن 3 أهداف مع الفريق يغيب طبعا بعد تحصل الإنذار الثالث. قلت مراد الهذلي سجل 3 أهداف، أيضا حسين بن يحيى سجل 3 أهداف في تشكيلة الأولمبي الباجي. هذه إعادة للعملية الأخيرة والتدخل طبعا في العملية، ما ثماش لا خطأ وأيضا ما ثماش لمس كرة باليد، وبالتالي قرر حكم المباراة محمد الشعبان كان سليم. ستعود المباراة طبعا رمية التماس من الجهة اليمنى
وين موجود أيوب التليلي يخرج لاعب الأولمبي البيجي لتلقي الإسعافات خارج الميدان من وين يرجع لباس رمية التماس ينفذها أيوب التليلي إلى منظر القاسمي ترجع محمد أمين المهذبي اللاعب المحوري في تشكيلة الاتحاد بن ترشا كرة طويلة في اتجاه الجربي سيف الدين الجربي ياخو وقت دور الركنية الركنية الخامسة خامس ركنية للاتحاد يضغط فريق الاتحاد على دفاع الأولمبي البيجي في محاولة منه لافتتاح النتيجة ربع ساعة تقريبا إلى حد الآن في الفترة الأولى والركنية ستولى تنفيذها عمر زكري أمامكم على الصورة عمر زكري يرفع كرة على مستوى القائم الثاني بالرأس أسبق دفاع الأولمبي البيجي كرة بن ترشا يرجع بالتالي هيثم المحمدي طويلة يرجعها إلى حارس مرميها علي العياري علي العياري ينتظر كرة طويلة في اتجاه عمر زكري ترويض لكن خطأ من فرج أسامة فرجي خرج كرة للتماس فريق الاتحاد ربما إلى حد الآن يعني قاعد يعتمد في الكرات الطويلة في ظهر دفاع الأولمبي البيجي كرة منظر للجسمي منظر للجسمي يرجع محمد بن ترشا محمد بن ترشا اليمين أيوب التليلي أيوب وكرات من الجهة اليمنى طيب العملية ما زلت غرس اللو يرجع بالكرة محمد بن ترشا محمد بن ترشا في المحور الطويلة الدفاع يقطعها في مرة أولى دفاع الأولمبي البيجي مرة ثانية عن طريق مامادو كرة للتماس تماس لفريق الاتحاد من الجهة اليمنى أيوب التليلي سعيد الكرة برمية التماس رمية التماس تنفذ خالد غرسلوي طيب العملية يربح خطأ في العملية الفنية الأخيرة خالد غرسلوي يتعدى وطبعا دي عادة بلقطة فنية بالقدم يحاول يتعدى واعتراض من المدافع يربح من خلاله خطأ فريق الاتحاد من الجهة اليمنى كرة ثابتة أخرى عمر زكري كرة ثابتة أخرى وفي التنفيذ عمر زكري عمر زكري يسعد طبعا ثنائي المحور العكرمي وأمين المهذبي كرة تتنفذ على مستوى القائم الأول بالرأس ترجع من جديد دفاع الأولمبي البيجي متمركز جيدا مع بداية المباراة ترجع معاكس الفريق الأولمبي البيجي كرة من جديد مؤمن الرحمن لكن ما توصلش الكرة إلى عبد الرحمن الحنشي ترجع لفريق الاتحاد باليسار سيف الدين العكرمي يسعد بالكرة يراوغ يتعدى والخطأ كرة ثابتة أخرى وخطأ آخر لفريق الاتحاد في منطقة الأولمبي البيجي كرة ثابتة تتنفذ بسرعة ترجع محمد أمين المهذبي يدي عادة العملية الأخيرة كرة ترجع أيوب التليلي خالد غرسلوي ضاعت العملية الأخيرة وترجع معاكسة لفريق الأولمبي البيجي كرة في التغطية دفاع منظر الجسمي كرة تتلعب تتواصل خالد غرسلوي في اتجاه هيثم المحمدي هيثم المحمدي ينتظر يرجع بالكرة هيثم المحمدي مازال محافظ على الكرة نتاعو هيثم المحمدي توصل خالد غرسلوي معاه مدافع اثنين بن ترشا طويلة وبعيدة ستة أمتار لفريق الأولمبي البيجي سيطرة نسبيا أفضل فريق الاتحاد على مستوى مسك الكرة والسيطرة فريق الأولمبي البيجي يعتمد الضغط العالي على حامل الكرة وأيضا هجومة المعاكسة نزيه بالفعل الأولمبي البيجي اللي تعرض لثلاثة هزائم في الجولات الأخيرة 1-0 أمام أو كانت هزيمة من نادي البنزرتي ثم 2-0 أمام الاتحاد المنستيري 4-1 أمام الترجي الأولمبي البيجي في شهر جانفي كان حقق أيضا انتصار وحيد كان أمام النجم المتلوي 2-0 في المتلوي وأبدل الشهر بتعادل أمام مستقبل سليم
سليمان الاولمبي البيجي. نرجعوا للارقام ونرجعوا للوصف المباشر بعد شويه. هذه كره لايوب التليلي وتدخل المدافع تراوري في العمليه الاخيره. ثنائي افريقي في قلب دفاع الاولمبي البيجي، تراوري واوكبوزو المدافع الدولي التوغولي اللي كان حتى لعب مباراه منتخب بلاده الوديه من منتخب ليبيا نهايه العام الماضي. في وسط الميدان منظر القاسمي يلعب لسيف الدين بن عكرمي. سيف الدين بن عكرمي يحاول يغير كليا مع خالد الغرسلاوي، ينجح في المراوغه خالد الغرسلاوي باش يوزع وتدخل. التدخل الدفاعي من اوكبوزو في مره اولى ومحمد صالح المهذبي في مره ثانيه والابعاد الكلي. ولكن مره اخرى الكره للاتحاد، اتحاد بن قردين في الضغط في العمليه الاخيره. الكره ولا تدخل من سند الخميسي في مره اولى ثم عوده ليسمى فرج، وسمى سهيلي فرج هو الاسم الكامل للاعب الاتحاد المنستيري سابقا، وسمى سهيلي فرج. هذه الكرة لأن ترجع للاستحواذ والامتلاك أو الامتلاك العبارة الأصح بيجي. قلت أنه الأولمبي البيجي من الأرقام أيضا الإيجابية، نعرف أنه صحيح بدأ الموسم بصعوبة، هذه كرة من جديد للأولمبي البيجي. وعزيز الجويني، عزيز الجويني حاول المراوغة يربح ركنية، يربح ركنية الأولمبي البيجي. بعد سنوات من الجهد ومن الصبر ومن المحاولة الأولمبي البيجي يعود إلى مكانه الطبيعي، الرابطة المحترفة الأولى. في المقابل اتحاد بن قردين في كل موسم يتحسن أكثر من ضمان البقاء، كان هدف أول منذ صعوده الأول، ثم تحسين الترتيب، ثم لعب البلايوف وصولا إلى نهائي كاس تونس ومرتبة ثانية حاليا. التوزيع وتدخل سيف الدين بن عكرمي في مرة أولى، ثم خالد الغرسلاوي يربح الخطأ خالد الغرسلاوي بعد تدخل من حسين بن يحيى وسند الخميسي. قلت بانه الاولمبي البيجي من الارقام الايجابيه، وحنا نتحدث على ارقام اتحاد بن قردين الايجابيه ونستغلوا توقف اللعبه في اللحظات الاخيره، انه الاولمبي البيجي بقى سنه 2020 كامله لم يتعرض للهزيمه سواء في الرابطه المحترفه الثانيه او في الرابطه الاولى، طبعا ديما مع مراعاه التوقف الطويل اللي كانت تعرضت له البطوله الوطنيه في الاولى والثانيه. 14 مباراة كاملة كان بداها محمد علي معالج شاكر مفتاح قبل الهزيمة اللي كانت صارت في دربي الشمال كما قلت من نادي البنزرتي. ونتمنى السلامة لخالد الغرسلاوي اللي راجع من رحلة علاج طويلة بعدته على الملاعب في بداية الموسم منذ مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري. سيف الدين بن عكرمي يرجع مع محمد أمين الحمروني، يحاول المرور من فراس صعيفية، توصل الحمروني مرجع من جديد. هيثم المحمدي في توقيت 22 دقيقة لعب، ديما 0-0. مشاهدينا الكرام على القناة الوطنية الثانية، لقاء الأولمبي البيجي واتحاد بن قردين أو الاتحاد والأولمبي البيجي. الاستحواذ والامتلاك للاتحاد في محاولة لإيجاد الثغرات أمام دفاع محكم ومنظومة دفاعية إلى حد الآن جيدة جدا بالنسبة للأولمبي البيجي. في المقابل اتحاد بن قردين نعرف أنه يصبر كثير، اتحاد بن قردين الأرقام نتمنى وزيد تفادي كل الخلافات بين كل الملاعبية. قلت أنه اتحاد بن قردين هذا الموسم ما سجلش كثير، يعني تقريبا من خط دفاعه ما اشتغلش كثير، ولكن سجل 8 أهداف فقط بالفعل، ولكن دفاعه هو اللي عمل الفارق عمر، زوز أهداف فقط. هذا يعني يأكد مرة أخرى أنه باش تبني فريق قوي لازم يكون عندك دفاع قوي بالأساس. بالفعل يعني هذا المبدأ العام نتاع فريق الاتحاد هذا الموسم، كان عنده دفاع متماسك، نعرفوا دفاع موجود فيه علي العياري، محمد من الحمروني، لعكرمي من المهدبي، وتليلي تقريبا ثلاثة بما فيه من الحارس أربعة، تبربين اللاعب الشاب الوحيد محمد أمين الحمروني. يعني إلى حد الآن خد دفاع قوي، قبل زوز أهداف فقط في 10 جولات، هذه الجولة رقم 11، يعني رقم مهم جدا، وخط هجوم وسجل 8 أهداف. الكرة ترجع لفريق الاتحاد من الجهة اليسرى في محور دفاع فريق الاتحاد الرياضي بن قردين، الثنائي سيف الدين العكري ومحمد أمين المهدبي. كرة ترجع من جديد لهيثم المحمدي، كرة قصيرة بالنسبة لفريق الاتحاد، يحاول ربما يرجع في تدوير الكرة في المناطق الخلفية حتى يخرج لاعبي الأولمبي البيجي من مناطقهم. فريق الأولمبي البيجي قاعد ماسك على مستوى يعني
الكثافة الدفاعية في محور الدفاع وأيضا على مستوى وسط الميدان، وبالتالي ثم صعوبات كبيرة بالنسبة للأولمبي بالنسبة لاتحاد بن قردان في عملية اختراق دفاع فريق الأولمبي الباجي. صحيح ثم سيطرة ثم مسك على مستوى الكرة المبادرة الهجومية، ولكن إلى حد الآن يعني ما ثمش فرص يعني إلى حد الآن حقيقية. كرة ستعود طويلة طويلة من جانب الأولمبي الباجي، كرة توصل لليسار خط هجوم الاتحاد، وبالتالي رمية تتماس لفريق الأولمبي الباجي من الجهة اليمنى، والموجود محمد صلاح المهذبي، محمد صلاح المهذبي الظهير أيمن لفريق الأولمبي الباجي. تغييرات بالجملة كما قلت نزيه يعني في تشكيلة الأولمبي الباجي، ثلاث تغييرات واحدة منهم يعني تعني يعني على مستوى العقوبة التأديبية لقائد الفريق وأيضا للاعب الهداف الفريق. طبعا بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي نحكي هنا على مراد الهذلي، كرة ستعود برمية تماس لفريق الاتحاد. تقريبا يعني انتصف الشوط الأول في هذه المواجهة بين الاتحاد والأولمبي الباجي، تعادل صفر مقابل صفر. كرة ترجع هيثم المحمدي بالقدم، لكن في التغطية فريق الأولمبي الباجي عكس الهجوم. كرة طيبة العملية من عزيز الجويل اليسار والتغطية ما توصلش، المهاجم فراس عيفية. كرة تليلي طيبة العملية بن طرشة يتعدى معاه زوز ثلاثة مدافعين. منظر القاسم يلعب الارتكاز الثاني في تشكيلة الاتحاد الرياضي بن قردان. كرة ترجع هيثم المحمدي، منظر القاسم للإيمان في اتجاه غرسلاوي، خالد غرسلاوي اليمين تليلي أيوب التليلي ينتظر المساند، يحاول يتعدى ولا التغطية، والتغطية والخطأ، التغطية من المدافع وطبعا الخطأ يرتكب المهاجم حسب تقدير المساعد. هذه عادة العملية الأخيرة مرور، وطبعا حسب تقدير المساعد الأول طبعا ثم خطأ من المهاجم على المدافع. كرة ستعود لفريق الأولمبي الباجي، أوكبوزو كرة طويلة تبقى لفريق الأولمبي الباجي، سيبديل عكرمي القاسمي يندفع بالرأس اليمين، محمد أمين الحمروني يحاول يخلق التفوق العددي في منطقة الأولمبي الباجي، لكن ترجع معاكسة لفريق الأولمبي الباجي. حسين بن يحيى وخطأ، خطأ لفريق الأولمبي الباجي في منطقة الاتحاد. واضح الأولمبي الباجي يلعب على الأخطاء اللي يرتكبها لاعبي فريق الاتحاد في وسط الميدان عكس الهجوم، السرعة في التمرير وأيضا التمركز مع الحركية. نحكي هنا على حركية العزيز الجويني مؤمن الرحماني وأيضا معاهم حسين بن يحيى. كرة وخطأ لفريق الأولمبي الباجي في منطقة الاتحاد، يمشي محمد صالح المهذبي تتبذ الكرة، أسامة فرش، أسامة شيلو اي بي يربح خطا، يربح خطا، عملية دفع من ايوب التلي في العملية الأخيرة، يبقى لاعب الأولمبي الباجي ملقى على أرضية الميدان. خطا للمهاجم، هذه إعادة للعملية الأخيرة ولخطا المرتكب من المدافع على المهاجم أسامة فرش من جانب الأولمبي الباجي. سيتولى تنفيذ رمية المخالفة، ينفذ كرة بالرأس سهلة بيدين الحارس علي العياري، رأسية العزيز الجويني كانت بيدين الحارس علي العياري من حين لآخر. نزيل الأولمبي الباجي يحاول يسعد وربما يخفف يعني من ضغط الاتحاد بمرور الوقت من خلال يعني مثل هذه الكرات، لأنه يعرف الأولمبي الباجي الإمكانيات اللي عنده خاصة في خط الهجوم. خالد الغرسلاوي أمامه أسامة فرج، خالد الغرسلاوي أسامة فرج من جديد الغرسلاوي الهيثم المحمدي حط على ساقه اليسار ثم التصويب، تدخل الدفاع، تدخل واستماتة كبيرة من أسامة فرج في المرة الأولى، ثم حسين بن يحيى في مرة ثانية وركنية جديدة. هيثم المحمدي لو صوب تكون ربما أفضل من المراوغة، هذه عادة بالفعل، هذه عادة أمامكم في الصورة، ولو أنه حتى أسامة فرج كان سريع في ردة الفعل واخذ القرار بسرعة بالارتماء وتفادي التسويبة. على كل حال لأن الركنية هي السادسة لعمر الزكري، التوزيع عمر الزكري في مرة أولى بالعكرمي في مرة ثانية الدفاع،
في مرة ثانية الدفاع يبعد الخطر، يبعد الخطر دفاع الأولمبي البيجي، والاتحاد الرياضي ببنجردين يكثف من محاولاته هذه الركنية وهذه الإعادة، المحاولة في المحاولة متاع سيف الدين بن عكرمي، وتدخل دفاع الأولمبي البيجي إذا عبد الرحمن الحنشي لعب نجم الرادسي سابقا. منو سلامات زاد عبد الرحمن الحنشي من جانب الأولمبي البيجي. قلت أن الأولمبي البيجي في خط هجوم ويتواجد عديد من الحلول. مؤمن الرحماني تعرفوا أنه عنده بعض خاصة إمدادات هجومية مهمة. عزيز الجويني اللي عوض جاك بيسون الحنشي وعائفية زادة اللي هما ملاعبين عندهم ملاعبية عندهم إمكانيات مهمة وواعدة وطيبة جدا. بينما اتحاد بنجردين في الهجوم في الحقيقة يعتمد على أكثر من لاعب، وخاصة اللي عنده الكرة حاليا عمر الزكري. عمر الزكري يحاول تدخل دفاع مرة جديدة، تدخل دفاع مرة جديدة ويلعب كثير من جهة اليسار اتحاد بنجردين، جهة اليسار للأولمبي البيجي. دفاع الأولمبي البيجي تعرفوا أنه فيه أسامة فرج، واللي تابع خاصة مباريات الأولمبي البيجي يعرفوا أنه أسامة فرج وحتى حسين بن يحيى اللي يلعب أمامه مباشرة عندهم دائما نزعة هجومية، وعندهم طلعات في كل مرة لمساندة خط هجوم الأولمبي البيجي. ذلك علاش ربما حسين الجيبسي ارتأى أنه يلعب من جهة عمر الزكري وكذلك هيثم المحمدي على أسامة فرج وحسين بن يحيى. بقيت دقائق الجولة إلى حد الآن في الحقيقة دون أهداف باستثناء مباراة واحدة في تتلعب توا مستقبل الرجيش متقدم في المتلوي هدف مقابل صفر. بقيت اللقاءات كلها متعادلة. نحكي هنا على مستقبل سليمان نادي الصفاقسي، نحكي على أيضا الاتحاد بنجردين والأولمبي البيجي قاعدين يتبعوا فيها، وكذلك لقاء الملعب النجم الساحلي والملعب التونسي. تتنفذ المخالفة في مرة أولى والازدواجية في مرة ثانية، وكالعادة دفاع الأولمبي البيجي مستميت. ممتازة جدا، ممتازة جدا المحاولة الازدواجية من خالد الغرسلاوي والتصدي من الحارس لسعد الهمامي. ها والإعادة في مرة أولى، والكرة كان يكون هدف جميل جدا في ملعب بنجردين في ملعب 7 مارس. التوزيع على الدفاع يتدخل مرة أخرى، الدفاع والحارس يستأسد ويستبسل في حماية عارينو وحماية مرميه لسعد الهمامي بعد فرصة جدية إيجابية كرة الاتحاد الرياضي ببنجردين. طبعا لقطة ممتازة من الفنية من نحكي لهنا على خالد غرسلاوي والامتياز أيضا في التصدي النجح للحارس لسعد الهمامي. بالفعل حسين أو كذي الكرة لأن الأولمبي البيجي في عكس هجمة عند عبد الرحمن الحنشي، وخروج الحارس علي العياري، خروج الحارس علي العياري ليعيش أبهى وأزهى فتراته في بنجردين بعد تجارب سابقة أهمها، دائما نقول أنها أهمها مع مستقبل جيبس باعتباره أنه كان وقتها في موسم 2017-2018 تحديدا قريب من القائمة الموسعة للمدرب الوطني السابق نبيل معلول في فترة قبل كأس العالم، كان حتى قريب من المشاركة في تربصات استعدادية للحدث الكروي. لأن ترجع من الأيوب التليلي، أيوب التليلي يلعب مع سيف الدين بن عكرمي ثنائي سابق للنادي الأفريقي الحمروني، 24 سنة بالنسبة للحمروني، عنده تجربة مع الملعب الجيبسي ونادي الصفاقسي. هذه كورة وفي اتجاه سيف الدين الجربي، سيف الدين الجربي اللي هو يلعب في مركز ماهوش المركز نتاعه الطبيعي في الحقيقة لغياب مهاجم كلاسيكي في اتحاد بنجردين، عادة يلعب على الجناح، ولكن يضطر حسين الجيبسي باش انه يلعب بسيف الدين بن عكرمي في خطة قلب هجوم. إصابة لأسعد الهمامي ليعوض قيس العمدوني، وممكن خالد بن يحيى بعد تجارب طويلة كان آخرها مع اتحاد تتاوين الموسم الفارط، وقبلها بطبيعة الحال مع الترجي الرياضي التونسي اللي كان وصل معاهم إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، تحديدا في مباراة بريميرو دي أغوستو في أكتوبر 2018 قبل التحاق معين الشعبيني بالترجي الرياضي التونسي. وإذا في الجهة المقابلة أيمن شوات مدرب مساعد اتحاد بنجردين. خالد بن يحيى بطبيعة الحال بخلاف مسيرته كمدرب هو لاعب قلب دفاع متميز جدا قبل كل شيء،
واحد من خيرة ما أنجبت الكرة التونسية في خطة محور دفاع وقلب دفاع خالد بن يحيى بطبيعة الحال. سواء مع الترجي الرياضي التونسي أو مع المنتخب الوطني بالنسبة لخالد بن يحيى نفس الشيء. في الجهة المقابلة حسين الجيبسي لاعب مقاتل وكان شارك في عديد من التظاهرات الدولية مع المنتخب ومع الترجي. خالد الغرسلاوي حاول المرور ينجح في المراوغة ولكن موجود حسين بن يحيى. قلت أنه في كل مرة بن يحيى يساند أسامة فرج ولكن عمر الزكري وحسين بن يحيى أسامة فرج تقريبا إلى حد الآن أكثر زوز ملعبية عندهم الكرة ولمسوا الكرة أو يعني من كل جهة. خلينا نقول إذا الحمروني يرتكب الخطأ الحمروني من سند الأخميس يلعب عبد الرحمن الحنشي التسويبة ضعيفة التسويبة كان عنده أكثر من حل ربما عبد الرحمن الحنشي ولكن التسويبة كانت ضعيفة. حكينا عودنا على الأخطاء للوبي البيجي يلعب على أخطاء الملابس كرة كما هذه يعني في إعادة التنفيذ يعني في محمد بن حمون تردد في أخذ الكرة فبالتالي المهاجم بتاع الوبي البيجي استغل. يعني الوبي البيجي واضح يلعب على أخطاء الملابس والمحاولة الأخيرة من الحنشي كانت أرضية سهلة في دين الحارس العيري. إذا هي قلت أكثر ثنائي لمس الكرة من جانب الأولمبي البيجي تقريبا يعني على الأقل إلى حد الآن هو أسامة فرج وحسين بن يحيى. في الجهة المقابلة فما عمر الزكري وخالد الغرسلاوي. هذا ربما يلخص التركيز كبير على جهة الجهة اليسرى لدفاع الأولمبي البيجي إلى حد الآن ناجح على الأقل مبدئيا في تفادي أي مشكل وأي خطأ. أوكبوزو عنده الكرة يلعب يضربها في سيف الدين الجربي وما زالت الكرة اللي عنده لدفاع الأولمبي البيجي. يلعب المهذبي يرجع لتراوري في وسط الميدان. مؤمن الرحماني والإشارة من الحكم المساعد في اللقطة الأخيرة بوجود تماس من الأولمبي للأولمبي البيجي عفوا. ثم تراجع على مستوى خط الأولمبي البيجي للوراء إلى حد الآن يلعب بذكاء كبير بينما اتحاد بن قردين يمكن ما ينقص المهاجم الكلاسيكي تحدثنا عليه. على كل حال نرجع للوصف مع المهذبي بالعكرمي القاسمي ثم الحمروني. الحمروني يحاول في كل مرة يراوغ يدخل وسط الميدان وتدخل من مؤمن الرحميني ورقة حمراء. الورقة الحمراء تظهر سند الخميسي. الإنذار الثاني سند الخميسي كان يعني الحكم أنذرو في تدخل أول والبطاقة الثانية تساوي الإقصاء. محمد شعبان يقصي على الميدان لعب الأولمبي البيجي سند الخميسي. هذه لعادة العملية والتدخل طبعا يرى فيه يعني عملية دفع من الحكم انذار ثاني بطبيعة الحال يساوي الإقصاء بالنسبة لسند الخميسي من الأولمبي البيجي. نقص عددي باش يعطينا سيناريو جديد توا في المباراة ربما كان أكثر تكلفة نزيه في اللعب لكن الآن النقص العددي بالتأكيد باش يعطينا سيناريو جديد في المباراة. والوقت طويل يعني بالنسبة للأولمبي البيجي باش يلعب تقريبا منذ دقيقة 38 في المباراة وهو منقوص من اللعب فوضعية صعبة أكيد بالنسبة للمدرب خالد بن يحيى. ممكن في الصورة سند الخميسي جوز ملاعبية يعرفوا بعضهم عملوا في الاتحاد الرياضي بتطوير نحكي لهنا لعيد المحمدي وسند الخميسي بالفعل. إذا منكم سند الخميسي وكان حتى مر من المنتخبات الوطنية بالنسبة لسند الخميسي شارك حتى مع المنتخب الأولمبي لخارج منكم في الصورة بالإقصاء بالورقة الحمراء سند الخميسي اللاعب السابق للنادي الإفريقي واتحاد تتاوين. منذر القاسمي عنده الكرة يلعب في اتجاه أيوب التليلي يوزع أيوب التليلي تدخل من كبوزو في مرة أولى ثم مؤمن الرحماني في مرة ثانية توصل الكرة لفراس عيفية يرتكب الخطأ مرة أخرى. في كل مرة في الحقيقة نلقاو صعوبة في التعرف على لاعبين الأولمبي البيجي نعرفوا الحقيقة صعوبة كبيرة في التعرف عليهم لأنه الأرقام غير واضحة بالمرة بتاتا غير واضحة أرقام الأولمبي البيجي. لكن على كل حال
على كل حال تدخلات محمد شعباني لحد الآن صارمة بالورقات الحمراء والصفراء. ترجع الكرة لسيف الدين بالعكرمي. سيف الدين بالعكرمي هيثم المحمدي. هيثم المحمدي توزيع الكرة وتمشي ضربة مرمى. ضربة مرمى للأولمبي البيجي. ضربة مرمى للأولمبي البيجي. قلت أنه اتحاد بن قردين في ست المباريات الأخيرة لم ينهزم بالنسبة لاتحاد بن قردين. آخر هزيمة بالنسبة للاتحاد كانت في هذا الملعب مما الترجي الرياضي التونسي 1-0 بهدف محمد أمين بالرمضان. وأيضا نفس آخر هزيمة كانت مما الترجي بالنسبة للأولمبي البيجي كما ذكرنا وذكرنا منذ بداية المباراة. في وسط الميدان كرة بيجية حسين بن يحيى. حسين بن يحيى في اتجاه أيوب التليلي. أيوب التليلي حوار الآن. حسين بن يحيى ترجع له مرة أخرى كرة تمس. عبد الرحمن الحنشي هو اللي كان خرج كرة تمس. هيثم المحمدي. هيثم المحمدي من جديد للحمروني. الحمروني مرة أخرى للمهذبي. شوفوا الصورة ربما تعكس تماما أنه الأولمبي البيجي عاد للوراء مع الأقصاء. كيف سيتصرف بن يحيى؟ أيوب التليلي يدخل مرة أخرى للوسط. عمر الزكري التوزيع. تدخل الدفاع والحارس لا يتردد الحارس في الخروج والرأسية. ترجع من جديد بن قردانية الكرة. عمر الزكري. عمر الزكري راوغ بمهارة كبيرة. بمهارة كبيرة وبذكاء كبير يتحصل على الخطأ. عمر الزكري ملاعب عنده امكانيات فنيه. عنده امكانيات كبيره هذا اللاعب. يعني امكانيات كبيره فقدته عمر ما ينقص عمر الزكري ربما طبعا حسب كلام المعلقين والفنيين انه السلبيه في اللعب. يعني ما عندوش ارقام كبيره على مستوى التسجيل ونفس الشيء على مستوى التمرير الحاسم. ولكن على مستوى صنع اللعب فنيا ممتاز جدا لاعب. ولكن في ايجاد الحلول وفي ايجاد الفرص لاعب متميز جدا بالنسبه لعمر الزكري. على كل حال كره ثابته الان. كرة ثابتة الآن للاتحاد الرياضي ببن قردين. يمشي هيثم المحمدي صاحب الهدف المتميز في مرمى أسامة الحنزولي في مباراة الإفريقي هنا في بن قردين. وأيوب التليلي أيضا وراء الكرة. هيثم المحمدي التوزيع مرت من الجميع. استنبت بالقائم الأيمن. كرة كانت مباشرة بعمل الريح هيثم المحمدي أمامك مع صورة. عنده ساقية سريعة ممتازة جدا. إعادة هذه الكرة بعمل إحضار الكرة ولمسة القائم الأيمن للحارس لسعد الهمامي. كرة خطيرة وهدف آخر ذا على خط هجوم الاتحاد من هيثم المحمدي. نعيش وإياكم طبعا الدقائق الأخيرة في هذا الشوط الأول. 0-0 بين الاتحاد والأولمبي البيجي. كرة ترجع للجربي محاولة دخول منطقة 18. كرة عرضية والدفاع تدخل عن طريق الممدو. بالتغطية تولي المحور ممتاز جدا بالنسبة لتشكيلة الأولمبي البيجي. نحكي هنا على مامادو تراوري وأيضا أوكبوزو. تولي محور دفاع الأولمبي البيجي متمركز قاعد يقوم يعني بعمل كبير على مستوى التغطية وقطع الكرات الطويلة في محور دفاع الأولمبي البيجي. هذه عادة العملية الأخيرة والخطأ. وطبعا يبقى لاعب الأولمبي البيجي ملقى لأرضية الميدان. قلت إلى حد الآن التعادل 0-0 بين الاتحاد وضيف الأولمبي البيجي. نذكر الأولمبي البيجي يلعب بنقص عددي منذ دقيقة 39 بعد خروج اللاعب الوسط سند الخميسي أثر تحصته على الإنذار الثاني من حكم المباراة. أمامكم محمد شعبان. يخرج لاعب الأولمبي البيجي للتداوي وتلقي الإسعافات خارج المستطيل الأخضر. تتبذ الكرة محمد أمين المهذبي إلى سيف الدين العكرمي. العكرمي عمر زكري. كرات قصيرة في المحور لكن تقطع من فريق الأولمبي البيجي. منظر القاسمي لا يخليها. تماس مرة أخرى لفريق الاتحاد. جربي
سيف الدين الجربي معاه مدافع اثنين ترجع كليلي ايوب كليلي يرجع بالكوره معاه مرور لكن لمس كوره باليد لمس كوره باليد من مدافع الاولمبي البيجي اسامه فرج في اللقطه الاخيره. 4 دقائق امامكم منتظر احتسابهم كوقت بديل في الشوط الاول من هذه المباراه. كره ثابته اخرى لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردان كالعاده. يمشي هيثم المحمدي هيثم المحمدي سيتولى تنفيذ رمي كره الخطا. هيثم يرفع كره على مستوى القامل والبراز والمدافع على الركنيه. الركنيه السابعه لفريق الاتحاد. كره اخرى وركنيه اخرى بالارقام هي السابعه في الشوط الاول لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان. هيثم المحمدي هيثم المحمدي ينتظر يعطيه شرط تنفيذ الحكم ينفذ على مستوى القائم الثاني وتدخل ممتاز من حارس سعد الهمامي. والخطا هذه المره لفريق الاولمبي الباجي. الخطا هذه المره لفريق الاولمبي الباجي. يبقى لاعب الاولمبي الباجي هذا التدخل الاخير من الحارس والحكم يعتبر خطا ومخالفه لفريق الاولمبي الباجي في مناطقه. كرة ثابتة سيتولى التنفيذ ويعدها اللاعب الحارس لسعد الهمامي قائد الفريق. كرة طويلة يمشي عبد الرحمن الحنشي ومعها المدافع ايوب التليلي. ايوب التليلي مازال محافظ على الكرة نتاعو. عملية يربح من خلالها خطأ فريق الاتحاد. دقيقة الثانية من الوقت الإضافي المحتسب نزيف في الشوط الأول. التعادل إلى حد الآن 0-0. شوط أول يعني نوعا ما حي كرويا. شفنا فيه بعض المحاولات أجمل ربما نقول محاولات الخاصة الفنية من جانب هذا الفريق أو ذاك. نحكي هنا على الأولمبي الباجي ضيف الاتحاد. صحيح على مستوى السيطرة والاستحواذ الأفضلية لفريق الاتحاد من قردان لكن بقات المباراة دون أهداف في شوطها الأول إلى حد هذه الثواني الأخيرة. تتفض المخالفة للفريق الأولمبي الباجي ترجع محمد أمين الحمروني يحاول يتعدى مرة اثنين. طيب العملية منظر القاسمي منظر القاسمي يرجع يحاول يجيه توصل الكرة لخالد قرسلاوي. خالد يتعدى في المدافع الأول الثاني يحط الكرة هيثم المحمدي تمشي الجربي سيف الدين الجربي اليسار في اتجاه سيف الدين العكرمي. العكرمي الجربي يرجع بالكرة الجربي ساقه اليسار يمشي محمد بن ترشا تغيير جهة اللاعب اليمين. خالد غرسلاوي يربح تماس فريق الاتحاد. خالد غرسلاوي يخليها إلى أيوب التليلي. أيوب التليلي الظهير الأيمن ينفذ رمية التماس مع هيثم المحمدي. التليلي هيثم المحمدي هيثم يرفع كرة على مستوى القائم الثاني في دين الحارس لسعد الهمامي. شوط اول كما قلت متكافع من حيث الفرص لكن فيه الافضليه على مستوى الاستحواذ والسيطره لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان. ثواني قليله تفصلنا عن نهايه الفتره الاولى مع تعادل سلبي متواصل الى حد الان في 7 مارس هنا في بن قردان. وعودة الكرة من لسعد الهمامي في اتجاه أيوب التليلي بالفعل قلت ثواني قليلة. وفي هذه الآونة بالضبط ينتهي الشوط الأول على نتيجة التعادل أصفار بين اتحاد بن قردان والأولمبي الباجي. نلتقي مع بداية الفترة الثانية.